عن جد هذا بلش يستفزني، لإمتى بده يضل يطلع علينا بهالطريقة؟ وأنا كمان عم يستفزني، بس بدنا نطنشه. عم تفهم؟ خير، بس ما يكون في شي عم يستفزكن. ليش عم تتهامسوا؟ لا ترد علي. كيف يعني ما بدك رد علي؟ برافو عمر، عم تربيه منيح، صاير ما عم يعوي أبدا. خليني جرب. تعال عندي أوجهد، تعال هون. أمير، تجاوزت حدودك كتير، زودتها. عن جد عم تدافع عن هدول؟ لا تخليني اندم وقول يا ريتني ما صوتت لك. صباح الخير، يسعد صباح الشباب المحترمين والأكابر. طبعا بما أني حددت المحترمين فمعناته أنتم مالكن علاقة، بس يلا صباح الخير لألكم كمان. يلا بيرك، خلينا نطلع. يلا معكم. هذا اللي شاطرين فيه. كيف بدك يعني طنشون هدول؟ شو بدنا نازل حالنا ونسكر أدنينا؟ ايه تماماً، بدنا نطنش، ممنوع نفوت بمشاكل وخناقات. تمام؟ كل يوم رح نجي ناخد دروسنا ونرجع على البيت بدون مشاكل. ايه منجرب ولنشوف لإمتى رح تتحمل هذا الدور. رح اتحمل، أصلاً أنا ناوي إنه ما عاد بدي اتعاطى مع حدا. حتى لو نحن ما تعاطينا معهم هن ما بيتركونا بحالنا. مثلاً هلأ تولقى وراك عم يتطلع ويقول بقلبه يلا لشوف تعوا ضربوني، حتى لو هو ما حكى بس أنا عم بسمع صوته. شو بدك يعني ابتلي فيهم كلهم؟ عم قلك ما بدي فوت بمشاكل، ولما يستفزونا منبعد عنهم وخلصنا. خير إن شاء الله عمر، شايف لك شي منام أو نازل عليك شي وحي عم يقلك إنه أنت بدك تصير داعي للسلام بهالدنيا؟ حاجتك علاك. يلا ما بدي أضربه، ما بدي أضربه، ما بدي أضربه، ما بدي أضربه. اسمع من ابن عمك، بس أنا اللي رح أضربك. يلا حمي حمي. امبارح اختفيتي فجأة وما حكينا، شو أخبارك؟ منيحة؟ منيحة تمام، ما فيني شي. أنت كيفك؟ منيح، ماشي حالي، ما في شي جديد. كنت بدي أسألك، دروك عم يقلي إذا بعمل أنا وياه شي بكرة، بس قلت له يمكن أنا وياك طالعين مو هيك؟ يعني ما في شي ببالي. طلع أنت وياه ونحن منأجلها، بركي هيك أنا برتب غرفتي مثلا بكرة؟ كل النهار بدك ترتبي غرفتك هيك عم تقولي يعني؟ ايه؟ ليش يعني؟ وين المشكلة؟ في شي بكرة وما بعرف؟ نو ما في شي. على كل الأحوال صار وقت تبلش الحصة، يلا بنحكي بعدين. ايه ماشي. شو القصة؟ شو عم يصير معك؟ ليش هيك قلب وشه وتضايق؟ عيد ميلاده بكرة وعم يختبرني إذا متذكرة. ايه بما أنك متذكرة ليش ما قلتي له؟ شوف المسكين كيف صار وشه. أصلاً ما قلت له أني متذكرة، ما بعرف إذا ممكن يزبط يلي عم خطط له. قلت بعمل حالي نسيانة وبجهز مفاجأة، ما بعرف إذا بتزبط. ايه بتزبط، فكرة حلوة كتير. بس كيف؟ يعني أنا إمكانياتي على قدها، شو بدي أعمل؟ فيك تلاقي أفكار وما بتكلفه، حلوة. بعدين أنا ما بحس إنه المظاهر كتير بتعني له، بيكفي تكوني موجودة. بعرف، بس حابة أعمل شغلات تفاجئه عن جد. وصلت الغلاظة. ايه دخيلك طنشين خلاص. تعي يلا يا بنات صفوا جنب بعض، بدنا نبلش بحركات التحماية. أستاذ، المباراة اللي لعبناها المرة الماضية كانت كتير ممتعة، نحن فينا نلعب مباراة كمان اليوم؟ يمكن هون ما بيمشي الحال مثل المباراة تبع المرة الماضية. ما كانت مباراة كرة سلة. طول بالك، ما عملنا شيء، بس تحمسنا شوي، كأنك عم تبالغ كتير. بس لحظة، ليش الشباب بيعرفوا يلعبوا كرة سلة؟
يعني بطفولتكن عرفتوا لعبة غير لعبة الدحال؟ نعرف كتير ألعاب وكلها أكيد بتعجبك، في ملاكمة وفي مصارعة، عنا خبرة بكل أنواع الرياضة. اسمع اسمع اسمع، طلع الصغير عنده لسان وبيعرف يحكي. هلأ بتشوف الصغير شو رح يعمل فيك. عملتها فيني مرة بس غيرها صعب. منشوف يا شباب، شايف بلشتوا تتنقروا قبل ما تبلش المباراة حتى. إذا بدكن مباراة بدكن تعقلوا. والله نحن عقلانين ورايقين، بس عمر وأوجان معصبين ومتوترين كل الوقت، عندهم طاقة سلبية، ما عم بعرف كيف بدي أتصرف معهم. عفواً أستاذ، أنا ما رح رد هالمرة، رح أضل ساكت. إيه برافو عليك، دروك وأمير وطولقة فريق واحد، أما بيرك وأوجان وعمر الفريق الثاني، وأنا عيني عليكم، بس تسمعوا صوت الصفيرة بتبلشوا. يلا بيرك طويل ورح نربح منيح. وين الطابة؟ تفضل. كيفك شريكي؟ شو الأخبار اليوم؟ تمام، ما في شي جديد، الشغل الروتيني تبع كل يوم. انت شو قصتك؟ عم تبتسم؟ فعيت لعندي وشك مورد فيه بتمك حكي، شو قصتك؟ قل لي شو؟ شو اللي مفرحك؟ رح قلك رح قلك. بعد 41 دقيقة تقريبا بكون استرجعت حريتي، وأخيرا رح نتطلق. أنا يعني بعرف إنه اليوم المحكمة تبع الطلاق، بس تفاجأت بصراحة، ماني عارفان إنه الطلاق بيصير هيك بسرعة البرق، توقعت إنه الطلاق بده أكتر من جلسة، لهيك استغربت شوي. ما في داعي تستغرب، نحن من زمان المفروض نكون متطلقين، بس آيلا اللي ما كانت عم توافق، بس منيح اقتنعت أخيرا، وأنا ممنون لألك بهالقصة. لألي؟ وليش؟ اللي صار ببيتي الليلة الماضية هو اللي حرك الموضوع وخلى آيلا تتقبل إنه نحن ما عاد فينا نكمل، وأخيرا رح ننفصل. خير منيح، شو قلك؟ منيح. هلأ صار فيني عيش حياتي كرجال حر وعزابي. عيش؟ والله بيطلع لك تعيش حياتك، ما تخلي شي بنفسك ما تساويه، طلع وفوت واستمتع بحريتك على آخر. تعرف أنا كتير مشتهي عيش هيك حياة وأرجع شم ريحتها للحرية. إيه أكيد أنت ناوي تضل وحداني وتريح راسك، بدك تعيش لك كم يوم حلوين، ما أكيد ما أنك ناوي تفوت بشي علاقة، أنا هيك بظن، مو هيك؟ أنا مو هيك بفكر بصراحة. لك أنت طبعا تعرف قديش أنا معجب بسوزان، وبالماضي وقت كان في شي عم بيبعدنا كنت كل الوقت خايف أخسرها، لهيك ناوي ما ضيع وقت أبدا. كيف ما بدك تضيع وقت؟ ما فهمت. أصلاً أنا من سنين عايش مثل العزابي، حابب عيش الحب من جديد لأني مليت من الوحدة. عيش طبعاً، عيش لازم تعيش ضروري. طلب لنا فنجانين قهوة يلا حلوان هالحدث العظيم. كان بودي، بس مدري ليش اليوم ضغطي مرتفع، الدكتور كان قايل لي إنه ضغطك بيرتفع من الزعل والتوتر، ومنعني عن كتير شغلات، القهوة ممنوعة والزعل ممنوع والإجهاد بالشغل ممنوع، بس طبعاً إذا بدك قهوة بطلب لك. لو سمحت. إيه رح أطلب لك. إيه إذا بتريدي بدنا فنجان قهوة سادة للأستاذ رسول، وجيبي لي حبة الضغط تبعي. الملة من الوحدة بده يعيش قصة حب، شكله ما في حل غير إني حط له سم بهالقهوة لحتى ريح راسي. وكن dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.